أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الوزارة عملت بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات الفنية والإعلامية الداعمة لأداء أكثر من 500 إعلامي يمثلون مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لمهامهم في تغطية وإبراز هذا الحدث الرياضي العالمي وما يصاحبه من فعاليات ترفيهية وفنية وغنائية واستعراضية. اليوم مسؤولية الجميع. التقيت قبل شوي مع أحد الإعلاميين الأجانب يقول لي تفاجأت باللي شفته. قلت له هذه دليل أنك أنت ما كنت تعرف شنو قاعد يدور في هذا البلد الجميل. اليوم كل الصور الجميلة اللي قاعد يعكسها الإعلام المحلي أو الغربي بنفسه من خلال تغطية هذه الفعالية الكبيرة، هذه فعالية اقتصادية إعلامية رياضية، ليست رياضية فقط. كل هذا النجاح له كثير من الأسباب، أحد أهم أسبابها هو العمل الجبار اللي قاعد يقومون فيه كل الأجهزة بهدف واحد، هو أن تعكس الصورة الحقيقية للبحرين. فالشكر لكل جندي مجهول قاعد يعمل بصمت وبهدوء خلف الكاميرا. هناك الكثير من العاملين، رجل المرور في الشارع له تحية شكر وتقدير، موظف الجوازات والجمارك، الشرطي على خفر السواحل في البحر، كلهم يعملون لخدمة البحرين. فالعمل التطوعي كذلك اللي قاعد أشوفه من الشباب البحريني اليوم ودائما نشوفه في مثل هذه الفعاليات الكبيرة يعطي انطباع جميل بأن هناك شعب واعي ومثقف يهدف لخدمة بلده، يعكس صورة جميلة عن بلده، فلهم مني كل التحية والتقدير. أنا موجود اليوم كمواطن بحريني يفخر ويستمتع بما يشاهده من عمل خلفه كثير من الشباب والشابات البحرينيات، فلهم مني كل تحية وتقدير. أنا أعتقد وجود هذا العدد من الإعلاميين الأجانب اليوم على أرض البحرين هي فرصة لهم أكثر ما هي لنا إحنا، فرصة لهم أنهم يشوفون البحرين على أرض الواقع، فرصة لهم أنهم يتأكدون من كثير الأمور اللي حاول الغير تشويهها. البحرين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة بخير، بفضل جهود أبناء البحرين، البحرين بخير. الرسائل الإعلامية اليوم اللي قاعدة تطلع من البحرين بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن خلال هذه الفعالية هي كلها رسائل إيجابية، نتمنى استمرارها، والشكر والتقدير لكل العاملين خلف هذه الفعالية.